في الجنوب الليبي حيث يتم تهميش الناس والاستهزاء بأعمارهم وقضاياهم، صار أهله يموتون من لدغات العقارب السامة. فمع ارتفاع درجات الحرارة في موسم الصيف، تعاني مستشفيات ومصحات الجنوب الليبي من نقص في المصل المضاد للسم الذي يقع على عاتق المسؤولين توفيره. تعرض أخي طبعا للذة عقرب وتم إسعافه بالإسعافات العربية ولكن لم تجدي، وأيضا تم نقله بعد عملية اللدغ إلى ما حاولوا به لم يوصل لمستشفى غرامس، ولكن لم تسعفه الحظ، وبعد مسافة 25 كيلو من قرية ماترس وفاته وفاه الأجل. المفارقة أن تقرير ديوان المحاسبة الذي رصد قضية إهدار المال العام قبل أسابيع ظهرت فيه وزارة الصحة كأحدى أكثر الوزارات فسادا في البلاد، لكنهم مع السرقة لم يقدموا أي خدمة، بل كأنهم يجلسون على مكاتبهم من أجل نهب أموال المواطنين والتفرج على معاناتهم ومشاهدة معاناتهم تحت مكيفات الفنادق الفاخرة وهم يموتون جوعا وعطشا وسما.